الوطني وكواليس منتخبنا الوطني استعدادا لمباراة مصر وتونس، وأيضا الاستعدادات الأخيرة لكأس الأمم في الجابون 2017. معنا واحد من نجوم الكرة المصرية في الفترة الأخيرة، تألق واضح، نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني. انت اللي بتعمله في الناس هيطلع فيك، مش حاجة والله، يعني هيطلعوا فيك صلاح. لا لا، الحمد لله على السلامة. بصراحة منور المعسكر، دي له حتة كده. لا صلاح حبيبي عشرة. يعني